قال أمير المؤمنين عليه السلام: أعجب لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. قد يكون لهذه الحكمة جانبين: الجانب الأول هو عجيب خلق الله لهذا الإنسان وهذا الهيكل الذي هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لما فيه من عجائب عجز الإنسان عن صناعة ولو جزء بسيط بهذه الدقة اللامتناهية. فيقول سلام الله عليه عن هذا المخلوق: ينظر بشحم وهي العين التي هي باب الباطن، ويتكلم بلحم وهو اللسان الذي يعد ترجمان القلب والعواطف والأفكار، ويسمع بعظم وهي الأذن طريق الصوت إلى الأعماق، ويتنفس من خرم وهو ذلك الأنف، من خرم صغير تدخل وتخرج الأنفاس التي لولاها لمات الإنسان. فأي آية عظيمة هو هذا الإنسان وهذا الجسم. والجانب الآخر فهو أنه مهما استعليت أيها الإنسان ومهما على مقامك، فانظر إلى نفسك ولا تغتر بحالك، فواحدة من هذه الحواس إن فقدتها تكون عاجزا عن أداء الكثير من احتياجاتك. فتواضع وقل: الحمد لله على نعمك، والسلام عليكم.